المواطنات ساكنه مدينه بركان، الله يجازيكم بالخير، ما تخرجوش من الديور الا للضروره القصوى. خصنا نبينوا على الوعي تاعنا، ما نخرجوش من الديور، الله يجازيكم بالخير، ما تخرجوش من الديور. ايها المواطنون، ايها المواطنات ساكنه مدينه بركان، الجهات الرسمية وبقاو في الديور ديالكم، راه الأمل ديالنا الوحيد هو نبقاو في الديور ديالنا.